استنى اما رص الجيم. ماشي اهو انا كده رصيت الجيم. تعرف تلعب الشطرنج يا؟ ايوه بعرف. طب العب. يلا. انا ولعبتي يا زهر. ايه ده؟ ايه دي ما بتتلعبش بالزهر يا؟ ماشي انا بس كنت حابب. تعرف تلعب ولا لا؟ بعرف العب طبعا. هات اهو يلا يلا ابتدي اهو. اهو في ايه يا ابني؟ ايه ده بيمشي خطوه واحده. ليه يا عم اعرج؟ اعرج ايه ده؟ لعبه هو بني ادم؟ في لعبه عرجه؟ خلاص خلاص اهو يلعب اهو. طلع ده ورجع ده. ماشي اهو يلعب. فكر فيها يا غبي. ما واضحه زي عين الشمس. ايه اللي واضحه؟ الفيل اهو يعمل ايه؟ بياكل اهو، بياكل الحصان على طول. يا سلام انت فاكرني غبي؟ يالا في فيل بياكل حصان؟ الاسد هو اللي بياكل حصان، انما الفيل بزلومته يشرب ماء وينام. هات انت غبي عشان نلعب شطرنج. ايه طب خلاص، طب هنلعب ايه طيب؟ طاوله. طاوله؟ طيب ماشي يلا. في الحصان مالك بالحصان؟ ما هنلعب ايه طيب؟ مش طاوله؟ اللي طالب تلعب بحصان؟ معرفش. ايه ده؟ ايه الحياه؟ عبد الرحمن ابو زهره ده مبروك عطيه بتاع ام بي سي يا غبي. انا كونه يالا. ده انت عيشتك ارتاحت بقى يا دوب بقيت تشيل ورد. يعني حاجه زي كده. المهم عايزكم في مصلحه انتوا الجوز. اطلب لي قهوه. قهوه يا ابني؟ عايز ايه؟ شفت؟ القهوه بقت تيجي بسرعه كده؟ ما احنا جددنا يا غبي. بطل راغي طيب. انا اشتغلت بودي جارد عند سفير، والسفير ده مسافر سفريه للصعيد ومحتاج واحد تاني معايا. فانا قلت انت اولى بالمصلحه دي من الغريب. انت مجنون يالا؟ انا بطل مصر، عايزني اشتغل امن ومعاك. المصلحه دي فيها 1000 جنيه حورس. طب انا هاجي، بس عايز بدله زي دي. الفكره مش في البدله، المشكله في السلاح. طب ما هو فرمانش معايا. احنا مش رايحين خناقه في مسترد، ده سفير. عارف يعني ايه سفير؟ ايوه يعني بيسافر كتير. المهم انا هجيب لك حته السلاح دي من الشركه، هسلكها لك كده بالعقل، بس ما تعملش بيها اي حاجه ولا تضرب نار ولا تتعايق بيها. الحته دي مش مترخصه. تمام. طب وانا يا جدعان؟ هنطلع بكره الصبح، شوف البدله، تقيسها، كرافتتك، نضارتك، الدنيا هتبقى عسل معاك. ايوه ماشي. طب وانا؟ تعال بقى انا عازمك على الغدا. يلا يلا يلا. طب وانا يا جدعان؟ دي كل حاجه حلوه طعمها صغير يا جدعان. إنه الألم يا جزمة. يا جزمة أنا بموت يا جزمة، ارحمني يا جزمة والنبي ارحمني. كنت رحمتني أنت حيوانة، سمعتي اللي قرهرتيها في الطرنش اللي سمعتكم معا. حرام عليك يا معلم جزمة، احنا بقالنا 5 سنين بنتعذب. طب نريح ثانية ونرجع نكمل. عذاب ايه يا ابني اللي انت شفته؟ هو ده عذاب؟ ده احنا كنا بس بنسخن شوية اطالات عشان وشك يفك وبعد كده نخش على العذيبة. بص ايوه هي الجزمة مركتها. بص بقول لكم ايه يا ولاد، هو احنا كده ادوات العزبه خلصت ولا لسه في حاجه ناقصه؟ لسه الخرامه. لا الخرامه، لا الخرامه حلوه. لا الخرامه وحشه. لا يا عماد الخرامه لا او النبي. انا ما ينفعش اتخرم. انت بالذات هخرمك واعملك ميداليه. طب عندي امنيه قبل ما اتخرم، نفسي اشرب. بس كده هتخر. ولا اقول لك استنى نشوف الميه جت ولا لسه؟ يا ولاد احنا عملنا حمام النهارده؟ برافو، اديني الجردل. لا انا ماليش نفس اشربها. هي اشرب مين؟ انا صايمه. يلا حبايبي يلا يلا. بقول لك ايه يا معلم جزمه؟ دي فيهم واحد عنده السكر والتاني تقريبا عنده البواسير. تسمع عن الالترس ليزك؟ طبعا اسمع. الالترس بتوع الاهلي فريق كبير، فريق عظيم، ادي له عمري وبرضه قليل. دول ريد ديفلز. الالترس الاهلاوي، انا قصدي الالترس ليزك.
قول كده. لو انت عايز تعمل عملية في عينيك عطية، محوش فلوس بقى من ورانا. ابدا، دي تعوشت العمر. هعمل ايه بس؟ عايز اشوف الدنيا بمباهجها ومفاتنها. ايوه، عاوز تشوف الدنيا ولا تشوف حبيبة القلب؟ مالكش فيه. انت عملت ايه مع القبطان اللي لزقك على قفاك وبعدين خد منك ام كونه؟ قبطان ايه؟ ده وهم احنا اللي اخترعناه، كدبه وصدقناها ومحدش يعرف له اصل من فصل. عموما انا هفضل وراه لحد اما اجيب قراره، وساعتها بقى تعرفها تهاني مين الراجل ومين الكوارك. انا هفضل مستنيه لحد امتى ده؟ ايه الزهق ده؟ هشغل اغاني بقى وخلاص. واخبارك مع التفاصيل احب اسلق، بحلم ويا حلالي بحلم وانا مقلق، ابن الجيران اللي ناقصادي مش عارفه بس اعمل له انا ايه، عمال يصفر كده. هتعمل لي ليه يالا؟ انا بقالي ساعه مستنيك. ساعه؟ ده اقل وقت يجهز فيه البودي جارد الحقيقي. وايه المنظر اللي انت فيه؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين عزا، لابس اسود ليه؟ لابس اسود بس قلب ابيض. وبعدين بقول لك ايه، شغلانتنا دي مش عايزه الحس العالي، وجمد قلبك عشان ما تتكلش على قفاك زي كل مره. جبت السلاح؟ ايه الجو ده؟ اللي جبت السلاح؟ جبت السلاح. ركز عشان السفير احنا متاخرين عليه وعنده مشكله في السواق. يلا. مش مهم اسوق انا. هتعرف تسوق؟ في يا حبيبي، وانا اول مره اسوق ولا ايه؟ طب يلا. ايه ده؟ ايه السماعتين اللي انت حاططهم في ودانك؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا، واحده عشان السفير لو اتصل والتانيه لامي. طب هات الراديو بسرعه، هات الراديو بسرعه. ابن الجيران اللي هنا قصادي مش عارفه بس اعمل انا ايه. اوعى يكون فكركم انكم تقدروا تضحكوا على زكي بشيكها. ده انا بشيكها وفنطها وادلعها. يا جدعان انا جاي هما مش هيدخلونا الفيلا ولا ايه؟ وانت بتسالني انا يا ابني وانا البواب؟ مش دي فيلا السفير؟ ما هو قدامك اليافطه. ايه فيلا السفير عاصم الفكهاني؟ امال في ايه؟ ايه ده؟ مين اللي جاب الواد هنا؟ انت بتسالني انا ايش؟ عرفني. اوعى. ايه اللي جابك يا ابنها؟ ما انتوا يا جدعان عايزين تضحكوا عليا يعني وتسيبوني قاعد في الحاره وانتوا تفشوا المصطلح لوحديكوا ولا ايه؟ خلاص خليه يخش معانا وانا بتحكم فيه. ايه ما تفتحوه. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى البنت. بالراحه. ايه ده يا بنت؟ الو عمليات، الو عمليات. ابدا الاشاره، ابدا الاشاره. الموكب اتحرك والامن مستتب. حركني 109، حركني 109. 109 انتحر، 109 انتحر. يا ابني في ايه انت وهو يا ابني؟ ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ ثلاث ساعات راكب معاكم بتكلموا بعض، ما انتوا جنب بعض يا ابني. الو الو، اي حاجه قديمه للبيع ربابيكيا، للبيع ربابيكيا. الكلام ده عند امك فوق السطح، ما تطيرش اللقمه، الكلام ده عند امك. لو سمحتوا، لو سمحتوا بعد اذنكم، انا مش عايز دوشه، شغل لي الراديو وسمعني النشره يا ابني. ممنوع يا سعاده السفير. هو ايه اللي ممنوع؟ ممنوع نفتح الراديو عشان امن سعادتك. ايه علاقه الامن بالراديو؟ يعني لما اسمع النشره هيطلع لي حاجه في ودني؟ يعني انا مش فاهم. انا بقول لك ايه، مش عايز دوشه، لو سمحتوا شغل الراديو بعد اذنك. معلش سؤال حضرتك. اتفضل. هو حضرتك سفير مصر في الصعيد؟ انا سفير مصر في النرويج ورايح الصعيد عشان اقابل سفير مصر في المانيا. هو كسفير مصر في المانيا وانا كسفير مصر يعني في النرويج، هنتقابل كسفرة يعني. سفرة بقى مع بعضينا. ايوه يا سفرة. قافشين علينا حاجه يا ابني؟ في ايه؟ امشي وانت ساكت وشوف لي اي اوتيل لو سمحت الكل عنده. ممنوع يا ريس عشان امن سعادتك. يا ابني امن سعادتي ايه؟ اعمل ايه؟ عايز ادخل الحمام اعمل ايه؟ خد صرف نفسك في دي. اصرف نفسي في ايه يا ابني؟ انت جنن؟ عايزني كسفير استعمل ازازه في ايه؟ ايه الجنان ده؟ احنا كلنا بنعمل فيها كمان، كلكم عاملين فيها. ايه القرف ده؟ ارميها. وسع للسفير، وسع للسفير، في سفير معاك. عمار التفافة تقال يا تلفون دي وبوظ الجزمة. انا اسف. نرجع مرجوعنا.
نفترض ان انت كان عندك حسن نية. نفترض ايه؟ حسن النية. ايوه، انت ليك مزاج في الكومباوند وعايز تاخد شقة. ايه؟ قصد يعني عايز تاخد البيت في الحلال. ايوه. تيجي تخطبها مني. هو انت اي نعم جيت خطبتها وانا رفضت، بس مش اشكال، نديك فرصة تانية. نديك ايه؟ فرصة تانية. حلو، انا عندي ثلاث مطالب ولازم تحققهم لي. عيني. واحد، حزام التخسيس العجيب يكون عندي في بحر اسبوع. اتنين، تنحي القبطان عن السلطة في الحارة وتسلموني السلطة تسليم اهالي. تلاتة، البيت اختي تتجوزها في شقة القبطان، عشان كده اكون هزمته في عكر دار. عشان ايه؟ هزمته في عكر دار. كل دي عشان الزفتة. ما هي ايه اخبار التعويرة اللي في وجهك؟ بتوجعك؟ اه بتوجعني قوي. عامل لك واحدة تانية في الجنب ده؟ لا ربنا يخليك، ده دي حلوة. ده حتى الناس واني ماشي بيفكروني حسن الاسمر. طب ما عامل لك واحدة عشان تبقى حسنين الاسمر. قلت ايه؟ بس يعني عندي مشكلة، يعني موضوع القبطان ده ممكن نأجله شوية. انا سامع في حد بيتكلم. ما تمشي من هنا يا في ايه؟ ما تمشي يا. معلش، هو اللي بيتكلم. وانت موافق؟ اني ايه؟ موافق. يا ابني انا مش فاهم انت بتضايقني ليه؟ انا بحب السفر. سيبني بقى يا سيدي، انت اساسا وظيفتك تدافع عني لو حصل حاجه، لكن ما تقعدش تحضن فيا الريحه. مش معقوله يعني. بقى شغلين الراديو يا ابني، يا ابني شغلين الراديو، نسمع نشره، نسمع اغنيه. انا بقالي كتير ما سمعتش اغاني مصريه يعني. لو سمحت. لو سمحت انت ممنوع تتكلم. يعني ايه ممنوع اتكلم؟ ممنوع تتكلم عشان حياتك، عشان احنا هنا عشان نامن حياتك. ايه انت جاي تامن حياتي مش جاي تضايقني؟ لو سمحت شغل حاجه، سمعني اغنيه بعد اذنك. ماشي، انا هبسطك دلوقتي. غنوا له يا جماعه. سافر عند القمر يا حلولي، سافر عند القمر يا حلاوه. انا مش عايزكم انتوا اللي تغنوا لي، لو سمحتوا شغلوا حاجه في الراديو. انتوا عاملين لي دوشه. يعني ايه عاملين لك دوشه بقى؟ لو سمحت اسكت، احنا اللي هنغني. سافر عند القمر. سافر عند دي محاولة اختيال ولا ايه؟ مش عايز اموت. موتوا السفير على دوش شرطي. مش عارف جاي من هنا ولا ايه؟ ما تقلقوش، ما تقلقوش. مش عايز اموت. سافر عند القمر. لا 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 لا، بقول لكم ايه، رجعوني البيت، انا خلاص لغيت موضوع السفر ده. احسن برضه، وممكن برضه تفكر يمكن تسفرنا بره، مش لازم هنا يعني. ما في سفر، انا نفسي مش هسافر. ترى يا عم معانا ايه؟ خايف يجيب لنا جاتوه ولا ايه؟ ان شاء الله يصفرنا، ان شاء الله يصفرنا. افرد وشك. اوه بس 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 بس. يا جماعه انا مش عارف بجد اشكركم ازاي ان انتوا انقذتوا حياتي. يعني دي يعني حاجه ممكن ابقى طول حياتي طبعا افتكركم واقول الناس دول عملوا معايا حاجه كويسه قوي. دي حاجه بسيطه بعبر بيها عن امتناني للي انتوا عملتوه. كلمة امتناني صعبة ولا حاجة؟ لا لا لا. طيب ماشي، دول 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ لا ما تفتحش عشان ما تنزروش. 30,000 جنيه في أول عملية، أمال تاني عملية تدينا فيها كام؟ تاني عملية معايا أنا؟ أيوه. لا أنا دي كانت أول عملية وآخر عملية، وشكوا أنتوا التلاتة ما شوفوش تاني. مش مهم، المهم فلوس، خدنا فلوس. مش مهم، تكسبنا. ايه
نويت على ايه يا ابني؟ نيتي احب احتفظ بيها لنفسي يابا. دلوقتي انت واصحابك اللهم لا حسد يعني معاكوا 30,000 جنيه من المكافأة، ايه رأيك لو اشترينا الكافيه اللي تحت؟ كافيه؟ انت مسمي الهباب اللي انت قاعد فيه ده كافيه؟ ده لمؤاخذة دار مسنين، ده اقل واحد بيقعد عندك عنده 120 سنة. يا سيدي مشيها كافيه وخلاص، نشتري الكافيه ده من صاحبه المعفن ونسميه حورس وابوكا فيه انده الصن. شوف برعيك اهو. ها قلت ايه؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير يا ابو. ايه القفله التقليديه دي؟ احنا شغالين في سلسله الدم. امال انت عايز ايه يا ابو؟ طب مالكش فلوس عندي واعلى مفخلك اركبه. حلوه القفله دي؟ جيب العواقب سليمه يا رب. ايه رايك بقى نعمل مطعم هندي ونقفل على كل النسوان اللي فاتحين مطاعم؟ قال يقول لك مطعم ام ربيع، مطعم ام قصقص، مطعم ام انور، مطعم ام ويزو. ايه يا اخويا العيال السيس دي؟ انا بقى هسميه مطعم ام كونو للاكلات الهنديه. الله يحبك ياما، الله يحبك. مش وقت الكلام ده خالص، ربنا يقدم اللي فيه الخير. الله يحبنا. خد يا فكتوريا. يلا قولي كلام حب بقى. كلام حب؟ حاضر. انت عارفة يا يسرى وانا معاكي بحس بايه؟ بتحس بايه؟ بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا. ايه ده؟ بقولك قولي كلام حب. طيب حاضر حاضر. انت عارفة لما بنقعد انا وانت لوحدنا ببقى نفسي في ايه يعني؟ نفسك في ايه؟ ببقى نفسي اكل قوي. وانت عارف واحنا لوحدينا ببقى نفسي في ايه؟ في ايه؟ التشط بالقلم على وشك وبقى على الاقلام. كفايه مش كفايه وهدي اختار فيك. بص بقى المثل بيقول لك وقد خاب من استشار. احنا نجيب الفلوس كلها اللي معاك ذهب ونلبسه. يا سلام وتلبسيهم انت ليه؟ ما البسهم انا عشان الستات يا فالح هي اللي بتلبس الذهب مش رجاله. ولا انت مش راجل؟ لا راجل. يبقى خلاص اديهوني كله والبسه انا بقى عشان احافظ لك عليه. الدنيا ما بقاش فيها امان يا واد. طيب ماشي. طب ممكن يعني تسيبيني اسال صحابي واشوف الحوار ده صح ولا غلط؟ تسأل صحابك؟ وربنا ما راجل. لا راجل. طب انت نفسك في وانا اعملهولك؟ اشتري الذهب يا واد بالفلوس كلها وامشي كده تقلع كده في الحاره كده اهوت. طب 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 بصي، طب سيبيني انا اقعد افكر لوحدي مش هسأل حد خالص وهرد عليكي. هترد عليا؟ وربنا ما راجل. قلت لك راجل. طب اثبت لك ان انا راجل. اثبت لي. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. ازيك يا كابتن؟ ها عملت ايه؟ في ايه ولا مؤاخذة؟ شغل اللاوعة ده انا ما بحبوش. اللاوعة ده انا اتعلمته من الست والدتك. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايزك تسيب الحارة وتمشي لان اللي انا عايزه ما بقاش ينفع في وجودك. يا سلام، بعد كل اللي انا عملته لك ده قطع من مولد بلا حمص. ها بقول لك ايه، الشغل ده ما بقاش ياكل معايا، واللي مطلوب مني انا نفذته. ولو زمان وجودك كان مفيد دلوقتي وجودك اصبح ضرر. ها بس انا حبيت الحاره واهل الحاره. يا سلام على الحب. تاخد كام وتمشي؟ 50% من العمليه. الكلام ده عند ام كلاله. ما تيجي نروح لها. انا اهلي بعد 10 سنين دي كلها يطلعوا طمعانين فيا؟ طب احمد ربنا. انا اهلي بقى ما طلعوش بني ادمين من اصله. وانا يا جدعان يسرى تطلع طمعانه في فلوس ابويا؟ ما بصيتش ببكتيريا الانسان؟ طب وايه العمل دلوقتي؟ هنفتح حرس كافيه ولا مطعم ام كونو؟ بونجورنو يا حبايب. هات يا ابني الاستمارة. مضيته على الاستمارة دي؟ ايه دي يا صندوق الرزالة؟
الشكر والتقدير والعرفان لسيادة القبطان لواء متقاعد سعيد سمكة عن دوره في بناء وتطوير الحارة، ونشكركم على حسن تعاونكم معنا. القبطان سعيد سمكة. هو القبطان دخل الانتخابات ولا ايه يالا؟ معلش اصله يعني احنا عاملين له سربرايز بمناسبه عيد ميلاده، فعايزين نعمل له مفاجاه. يا لهوي، ده انا عيني للكاباتينو ده حبيب القبطان ده. ده العشم برضه. اهو مضي اخوات، ادي لاخوك. وانا ممكن امضي؟ يا حبيبي امضي. امضي مرتين. مختار يا هو مفيش غيري في الحاره. ايه يا مختار يا كولج، بتعمل ايه؟ الا صحيح يا معلم، انت مضيت على الاستماره؟ جزمة ما بيمضيش على حاجة، ويلا غور من هنا يا. ماشي، طب هضطر اسحب الورقة عشان الوقت خلص. علي السلام عليكم. حقتش امضي، ما حقتش امضي. تمام الحديد يا بختاريا. فين؟ فين يا خير؟ هجلك ايه؟ كتاكيتي. فلوسي. ايه فلوس ولا انتوا ناسيينها؟ انتوا مش قفزتوا 30,000 جنيه؟ فين فلوسي بقى؟ ما تصبر علينا شويه يا عم جزمه. انا صبرت كتير، انا بقالي صبر كتير. فين الفلوس؟ يعني اصبر علينا يعني لحد عيد ميلاد القبطان ده بكره، يعني كلها يوم، كلها يوم وهتبقى غني. عيد ميلاد القبطان؟ ماشي، بس دي اخر فرصة، وهعتبرها الفرصة الاخيرة والحقيقية اللي هي بجد وجداني. ماشي يا بلطاي. ماشي يا كازم. يا جدعان جزمة المرة دي حالف لي يدينا حتة علقة مش هيرحمنا. يضرب مين حتة علقة يا؟ ده ننزل ارقش عضمه حتت وارمي لي القطط. بس العفو عند المقدرة. وانا راجل قادر. شايف القدرة يا؟ شايف القدرة قد ايه؟ فعفو. طب انا عندي فكرة يا جدعان، طب ما ناخد ال 30,000 جنيه اللي معانا ونروح نقعد بيهم في اي هوتيل. بس يالا يا ابنها يا، انت عايز تطير ال 30,000 جنيه كده في الجو؟ احنا لازم نشيلهم في مكان امان لحد اما نشوف هننيل بيهم ايه. حلوه لحظه المرح. وقف يا يلا. اقف قفشتك يا معلم. عين الظلم ظلمات مش انا. يلا اقف. حلوه اللحظه دي. لا والله العظيم التليجرام. يعني ايه انا يعني؟ وما في حد غيري وانت ما تضربوش. طف، انت اتحرقت ودخلت النار ولا ايه؟ اقف يا عمر. اقف، احنا بنلعب لعيبه. الله العظيم. بونجورنو يا معلم جزمي. وانت من اهل ابوني. حصل يا معلم، حصل. الا ما حامل. حامل ايه يا جزمه؟ ما تحترم نفسك. مها مش حامل، الكابيتانو هو اللي حامل. مفيش حد حامل، الكابيتانو خلاص كلها كام يوم وهيمشي من الحاره. وبعدين؟ بس في مشكله. ايه هي؟ ما تقول ايه هي المشكله. يعني هو كان حابب يخرج من الحاره خروج مشرف، يعني يضرب له مزيكه، يضرب له 21 طلقه في الهواء. انا اضرب له 21 بلغه على قفاك. لا يا عم، فيها وفاكر نفسه ايه؟ ده حته كورسان. في ايه بقى يا جزمه؟ حرام عليك، الراجل خلاص عيد ميلاده قرب وعايز يحتفل به وسطيني. هنحتفل ونزيط له حبه وبعدها خلاص. ونزيطه عنده في البلد بقى بتاعكوا. فين يا جزمة؟ حرام عليك، ده انا بعت خالي عشانك وعشان مها. خلاص يا جزمة بقى، ما بيقول لك باع خاله عشانك وعشان مها، ها؟ يبقى نفتح مخنا كده وجزمتنا ونشيل الفرشه ونطريها. اضريها ده انا هبقى لك على الاخر يا روح الافيه. انت انزل. انزل فيه؟ انت اللي فيها. انا ما بحبش العب. لا هتلعب معانا صليحه، لا الا هنسحب منك الجليل. لا انزل يا حماد، انزل. يلا يا حماد. ماشي هنزل، بس اللعبه دي حلوه. دي جميله. ما انا حاول. يلا نشوف يا رب. يلا يلا يلا. ما بلاش قرف بقى يابا. قرف ايه بس؟ هي القهوه ما تشربش الا كده. يا بتوع الكابوتشينو تشرب ايه؟ اشرب موكا.
ليه يابا؟ فيها ايه يعني؟ وبعدين احنا عايزين دلوقتي نجهز عشان عيد ميلاد القبطان. ايه ده؟ عيد ميلاد القبطان النهارده؟ الله، ما تعيش سنك بقى يابا. هو ايه؟ ما انا قاعد مع شباب لازم اعيش سني. الله، مش ممكن يا يا عم عبد العزيز. ما تقعد عم زيزو. خش. هو بكره رايح فين يا ابني انت؟ طب خد. طيب شاف حاجه راح يشوف يا حمام. بيتك ايه ده؟ يقول لك اوه عيل صغير. ميرسي. حمد لله على السلامة. ألف 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 حمد لله على السلامة. مش للدرجة دي. ولا شايفين يا جدعان اللي انا شايفه؟ ايه ده؟ انا بحلم ولا بجد ده ولا ايه؟ تعالوا بسرعة. الحارة نورت. انت عملت الالترس ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه الحارة المقرفة دي؟ انا عارفة يا اخويا، سيت امبوسيبل، سيت خي شوز، الدنيا حارة قوي، الاير كونديشن بتاع العربية كان مخليني حاسة اني في الجنة. العربية ملهاش سقف. ايه المناظر دي؟ انا لا يمكن ابن بكتيريا يكون من المناظر دي. ده ولا ده ولا ده؟ مش معقول. لا اوعى، ده حورس ابني طول بعرض فرع. شايف السلاله؟ عم طوطه ابنك بكتيريا اهو. مش معقول ده ابني، لا يمكن ده يبقى ابني. ايه يابا؟ ايه يابا؟ ايه يابا؟ انا ابنك يابا. انت من امتى كده حلوق؟ فعلا ده هو ابني. الحمد لله ان ربنا عماني لكي لا ارى وجوهكم. اتفوا على دعاره، فوا عليكم. يلا بينا. شكيوزي مو يابا. يابا تعالى تعالى. ايه الزريبه دي بقى؟ انا كنت عايش في الزريبه دي؟ معقوله الحيطان دي؟ ده انا كنت فاكر الحيطان دي كحلي. عطايته، انا مش هقدر اعيش في البيت ده خالص. معلش يا حبيبتي، انا دفعت مقدم فيلا واستلمها بعد شهرين، استحملي بس الشهرين دول هنا. ست الحبايب يا حبيبه. بسرعه خش جوه. حاضر. بسرعه. حاضر. تعالى هنا. يو يابا اسمعوا، انا عايزكم تنضفوا لي الزريبه دي، فاهمين؟ عايزكم تنضفوها تمام. وهتظبطنا يا عم توطه؟ ايوه، هديكوا الشاي بتاعكم. لا ما دام كده بقى، ده احنا هنخليها لك ايه مهلبيه في ثانيه. في ثانيه؟ انا عايزها على طول. ماشي. فاهمين؟ يلا بسرعه. اتفضلوا. ماشي. هيدينا الشاي بتاعنا يبقى ايه؟ دلعتك. طب ودي نبتدي فيها منين بقى؟ يلا بطل.
تعالى لي حضني وريحني، حضني خشيلي خشيلي كده وريحني بس بقى. تعالى لي حضني حاسب العمود ما انت تجيني وحضني حضني تعالى لي تعالى لي تعالى لي وريح انزل لي انزل لي وحضني بس كده فل كده. الشقة ما شاء الله بقالنا ساعتين بننظف فيها وانت من الاول ما شاء الله. بس يا عم مستحيل تنضف شقتك. يا ابني اسمه بكتيريا. ابويا ابويا. يا سلام الله ينور الله ينور. وادي الشاي بتاعكم اهو. ايه ده؟ انت جايب لنا شاي بجد؟ فين الفلوس؟ عم توطة ما تخلينيش اعملها معاك. احنا قلبنا اتحرق تلات ساعات في الشقة دي عشان ننضفها. فين الفلوس؟ ما تزعلوش ما تزعلوش، وادي الظرف بتاعك اهو. اتفضل يا سيدي. يا جامد. اروح بقى اقعد على القهوه اشرب شاي. سلام عليكم. ماشي يا عم توتا يا عسل. خد الباب وراك. يلا. شكله مليان يا جدعان. تاكل نفسك تاكل ايه؟ انا نفسي اكل كباب. كباب يا سلام. هتغرق في الكباب وانت؟ انا نفسي بقى في اندومي. على الطلاق لا تغرقوا في الكباب والاندومي يا جدعان. بالقطر. نفتح بقى الصح. يا رب. ايوه بقى. بسم الله بسم الله. ايه ده مفيش فلوس؟ امال ايه ده؟ بس في شيء. ايوه. خلاص 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 بس خلاص 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 بس خلاص خلاص خلاص. استنى عشان اقرا الشيء. شوف بقى الرقم كام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اللهم حسن اللهم حسن اللهم لا حسن اللهم لا حسن. معلش 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 ما هي فرحه. توب بقى توب. استغفر الله العظيم. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. الرجاء سداد ثمن الظرف.